هكذا تبدو المشاهد عندما يكون أساس الحياة شبه منعدم في هذه المدينة. المياه المشكلة التي لطالما أرقت الكثير من السكان، خصوصا مع إغلاق الآبار التي كانت ترفد معظم أحياء المدينة بسبب الحرب وتوقف الموارد التي كانت تعمل على تشغيلها. احتياج المدينة من المياه في اليوم الواحد 34,000 متر مكعب، وفي الوقت الحالي والظرف الحالي نحصل على 5,000 متر مكعب، فالفارق في الاحتياج كبير، ونحن بحاجة إلى إعادة تأهيل وتقييم المؤسسة لأنها عانت من أضرار كبيرة، وخاصة فيما يخص الإيرادات الذي أثر على رواتب الموظفين لعشر أشهر لم يستلموا رواتبهم. الحاجة الملحة ومعاناة الناس في هذه المدينة جعلت الكثير من المنظمات الإغاثية والمؤسسات الخيرية تسارع ولو بتوفير قليل من الدعم لتشغيل هذه الآبار وتوزيع مركبات المياه على مستشفيات وأحياء المدينة. نحن بفضل الله عز وجل مستمرون في تزويد محافظة مدينة تعز في مياه شرب الاستخدام في أكثر من 514 مليون لتر من المياه. هذه الحملة استمرت على عدة مراحل، بدأت في مياه الشرب لأكثر من 19 مليون لتر مياه استخدام، تم نقلها عن طريق بوابير النقل إلى جميع محاور محافظة تعز. في هذه الأثناء، وبعد ذلك تم تزويد المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمشتقات النفطية، حيث عملت المؤسسة على تشغيل الآبار وإيصال المياه عبر الشبكة إلى جميع المناطق. المياه خدمة أساسية أخرى تسقط من قاموس اهتمام الجهات الرسمية في هذه المدينة، والتي على ما يبدو أنها تغيب عن تلمس الكثير من حاجات المواطنين في هذه المدينة المهملة.